يواجه مزارعو قطاع غزة نقصا في مساحة الأراضي الزراعية مقارنة بعدد السكان الآخذ في التزايد، لكن أحد مهندسي القطاع بادر إلى اعتماد الزراعة العمودية للتغلب على هذه المشكلة. نتعرف إلى تجربته في التقرير التالي. من حسن حظك أنك اخترت الزراعة مهنة، من سوء حظك أنك اخترت البساتين القريبة من حدود الله، حيث السيف يكتب سيرة الصلصال. هكذا يتحدث الشاعر الفلسطيني محمود درويش إلى الفلاحين في بلاده، ويدعوهم رغم كل شيء إلى الاحتفال. يجرف المحتل الأرض فيزرع الفلسطيني السماء، ليس مجازاً ولكنها فكرة. نحن الآن في مزرعة فراولة تستجيب للظروف التي نعاني منها، وهي شح الأراضي، حيث أن هذه تجربة فريدة من نوعها في فلسطين والداخل. أول مزرعة بطريقة الزراعة العمودية، يوجد في 100 متر هذه نباتات تنتج بما يماثل دنم من الفراولة بالزراعة التقليدية. أزمة ديمغرافية يشهدها قطاع غزة منذ سنوات بسبب الزيادة السكانية وتوقعات بزيادات أخرى في العقود الثلاثة المقبلة تصل إلى 4.8 ملايين، ما يتجاوز ضعف عدد السكان الحالي، ويأتي على مساحة الأرض المتاحة للزراعة. لجأنا إلى فكرة الزراعة المكثفة، الزراعة المكثفة في الحمضيات بالإضافة للزراعة البينية بين الحمضيات. من فوائد الزراعة المكثفة ليس فقط أنها تعطي أضعاف الإنتاج، مثلا الزراعة العادية للحمضيات تعطينا تقريبا 4 أطنان بالدنم الواحد، فإن الزراعة المكثفة قد تعطينا ما بين 6 إلى 8 أطنان. ابتكار هذه الوسائل واعتمادها وهذه الأنظمة الحديثة التي أصبحت الآن في قطاع غزة مطبقة عند الكثير من المزارعين الرياديين لها الفائدة العظمى في أولا يعني زيادة الإنتاجية، زيادة الجودة بأهمية التحكم في كل المدخلات التي تدخل في عملية الإنتاجية، وفي ذات الوقت مواجهة التمدد والزحف السكاني نحو الأراضي. للمزيد نرحب معنا من غزة بالمهندس الزراعي يوسف عوض. أهلا وسهلا بك معنا سيد يوسف. كما استمعنا للتو فوائد عدة للزراعة العمودية كما ونوعا، كما أنها توفر كمية كبيرة من المياه، كيف تنظر إلى هذه التجارب المعتمدة في قطاع غزة وما مدى انتشارها؟ الله يمسيكم بالخير ويمسي المشاهدين بالخير. حقيقة موضوع الزراعة العمودية موضوع يعني قديم، تقنياته اتطورت جديد نظرا للحاجة له. أما هو يعني مزارع بابل هي عبارة عن مزارع عمودية اللي كانت قبل 2500 عام، لكن اليوم احنا عالميا الرقعة الزراعية عمالة تتقلص. تقريبا في خلال 40 عام اللي مضوا خسرنا حوالي 30% من الأراضي الصالحة للزراعة، وصار في ندرة في المية، لأنه المية الصالحة للزراعة صارت غير متاحة للكل. موضوع الزراعة العمودية جاء ليحل المشكلة هذا. حقيقة موضوع الزراعة العمودية بيقلل تقريبا 95 ل 98 حسب الدراسات من نسبة المية المستخدمة، بالإضافة لتوفير حوالي 95% من استخدام المكان. يعني احنا عندنا في الزراعة بنقول والله احنا المتر المربع قديش بينتج. عادة مثلا ممكن يكون المتر المربع في الزراعة التقليدية بينتج 4 كيلو غذاء في السنة، بينما في الزراعة العمودية ممكن يوصل ل 40 كيلو غذاء. فالتقرير وجه الحوار نحو الزراعة العمودية اللي فعلا يعني أصبحت احتياج لنا في قطاع غزة كما في العالم. يعني سيد يوسف، يعني كما تقول من أهم مزايا الزراعة العمودية أنها إحدى الأدوات الأساسية لمواجهة التزايد السكاني والأزمة الديموغرافية في قطاع غزة. هنا ما أهمية وضع الخطط المناسبة للاستفادة بأفضل الطرق من المساحات الموجودة، يعني توظيفها بالوسائل المتاحة بأفضل الطرق؟ هو الأرقام، عادة الأرقام والأبحاث لما بتحكي إنه والله الزراعة العمودية
على فكرة الزراعة العمودية منها أنظمة خلينا أتطرق إليها. من الزراعة العمودية ممكن تكون حاجة بسموها الهيدروبونيك أو الزراعة المائية، وفي الزراعة الأكوابونيك، هذه أنواع، وفي الإيروبونيك اللي الزراعة الهوائية، هذه كلها تفرعات من الزراعة العمودية. لما احنا بنحكي أن الزراعة العمودية بتحل مشاكل وبتضاعف الإنتاج بعشرات المرات، هذا الكلام سليم، لكن متى يتم هذا الكلام؟ إذا تم إنجاز يعني الطرق السليمة في الزراعة العمودية. يبقى احنا الزراعة العمودية أولا هي بتوفر يعني علينا المكان، بتخلينا أشتري داخل المدن، يعني بصير أنا التحديات اللي بتواجه الزراعة العمودية هو النوهاو ببساطة، المعرفة. احنا عندنا في قطاع غزة صارت محاولات عديدة وكثيرة في هالموضوع، عمال في تراكم للمعرفة، لكن لسه احنا باحتياج اكثر لنصل لنموذج نقدر ننتج فيه الغذاء بدون استخدام مبيدات وبدون استخدام أسمدة كيماوية وبمضاعفة الانتاج عشان نصل لمفهوم الزراعة العمودية بالشكل الصحيح. يبقى احنا اول شيء محتاجين للمعرفة ومحتاجين للتجريب على نماذج يعني تم تجريبها عالميا، نستوردها عندنا في قطاع غزة ونبلش طور فيها. اللي عامل له المزرعة تحت البشمهندس أبو رمضان، هذا نموذج طور عن تكنيك دخله اتحاد لجان عمل الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو. نعم. دخلوه في قطاع غزة لزراعة الفراولة المعلقة ولاقى نجاح ممتاز وعمال بتتوسع الكميات منه. أخينا المهندس أبو رمضان عمال زرعها بشكل مختلف وهذا نموذج جديد يعني، ولكن يعني كمان انتاجيته عالية وبيعطي محصول جيد، وهذا بيخلي خلينا نطلع من التربة، لأن احنا أساس مشكلتنا في قطاع غزة التربة وتلوث التربة بالنيماتودا وبفطريات التربة، هذا بيخلي المزارع يستخدم المزيد من المبيدات وهذا بيعمل عملية متبقيات مبيدات في الغذاء. التحديات على مستوى الزراعة العمودية زي ما قلت لك هو التحديات هي العلاقة بالمعرفة فقط لا غير. احنا محتاجين نستورد موديلز موجودة تم تطبيقها مثلا في الدول الرائدة، هذه دولة مثلا اليابان أو سنغافورة، لأنهم عندهم احتياج جديد للزراعة العمودية، فعملوا تجارب ناجحة واحنا نتمنى بغزة أن نحن نحذو حذوهم يعني. شكرا جزيلا لك من غزة المهندس.